نشاهد في الصورة ابتعدت السفينة إيفر جيفن عن الموقع الذي تموضعت فيه منذ 6 أيام، أصبحت بعيدة عنا الآن أو من هذه الزاوية أو الجهة أو الموقع الذي نقوم بالتصوير منه، ومن خلفها تتبعها القاطرات التي ساعدت في إنقاذها أو إخراجها من هذا المأزق. بالفعل تحركت بعيدا وربما يعني تستكمل مسيرها نحو البحيرات من أجل إتمام عملية الصيانة والفحص الفني لها للتأكد من قدرتها على استكمال رحلتها. من خلفها كما ذكرنا القاطرات التي بدأت فيها، هذه القاطرات كانت تعمل على مدار الساعة بمنتهى الدقة، كل تحرك للقاطرة كان محسوبا بمنتهى الدقة الهندسية والحسابية والمساحية أيضا، من أجل أن تأخذ دورها في عمليات الخلخلة والحلحلة ومنورات الشدة التي تمت من أجل إخراج السفينة إيفر جيفن من هذا الوضع. ابتعدت بالفعل الآن السفينة وعاد ممر الملاحي لقناة السويس لطبيعته، أصبح أكثر هدوءا ونقاء، وننتظر الأيام المقبلة، يعني نتمنى أن يبدأ من مساء اليوم تعود حركة الملاحة وحركة السفن فيه مرة أخرى. تمت هذه العملية بدون أثار سلبية في الممر الملاحي أو المجرى المائي لقناة السويس، لا إصابات ولا تلوث ولا أي نوع من التأثير على الممر الملاحي نفسه. يعني هذا ما رصدناه بالفعل خلال الأيام السابقة ومنذ صباح اليوم. ففضلا عن قاطرات التي تقوم بالعمليات الخلخلة والشد، هناك أيضا قاطرات متخصصة في مكافحة التلوث البحري، لا تقوم بعملها فقط في محيط، لم تكن تقوم بعملها فقط في محيط السفينة إيفر جيفن، ولكنها كانت تقوم بهذا العمل في بطول الممر الملاحي. أيضا كانت هناك خدمات لوجستية على مدار الساعة منذ بداية الأزمة تقوم بها وتقدمها هيئة قناة السويس للسفن الراسية في حالة انتظار في المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي لقناة السويس. يعني هذه الصورة كنا ننتظرها منذ صباح اليوم، كانت قناة السويس وهيئة قناة السويس قد فتحت الباب للخبرات العالمية كنوع من الاستشارة في هذه الأزمة، ولجانب آخر أن تحدث هذه العملية أمام أعين المجتمع الدولي كنوع من المصداقية، وأيضا لتظهر جهود هيئة قناة السويس. وبالفعل كانت كل الجهات الدولية المعنية أو المتخصصة في الملاحة البحرية فضلا عن وكالات الأنباء العالمية تشيد بالعمل الذي قامت به هيئة قناة السويس في إنقاذ هذه السفينة. كنا فقط قمنا بنفي إحدى الشائعات التي انطلقت قبل ساعة من الآن أو قبل تحرك الإيفر جيفن بنحو نصف ساعة، وهي أن الإيفر جيفن عادت لجنوحها مرة أخرى، وقمنا بتفسير هذا الأمر أنها لم تجنح إلى المكان الذي بدأت جنوحها فيه منذ 6 أيام، ولكن بالفعل تم تحرير مؤخر السفينة بالكامل، ووصل صباح اليوم لأكثر من 100 متر عن الشاطئ بعد أن كان 4 أمتار. ولكن على مدار اليوم وخلال منورات الشدة التي تقوم بها القاطرات يبتعد ويقترب مؤخر السفينة من وإلى الشط لمسافات ما بين 40 إلى 100 أو أكثر من 100 متر كنوع من الخلخلة. هذا جزء من عملية المناورة أو جزء من المناورة بالفعل التي ساعدت في خلخلة السفينة من مكانها الذي جنحت فيه. وبالفعل تم استغلال موجة المد الصباحية التي بدأت في 11 صباحا وانتهت نحو 12 تقريبا بعد ظهر اليوم، استغلت موجة المادة هذه في عملية يعني كانت دقيقة جدا. رأينا ورصدنا بكاميرا اكسترا نيوز هذه اللقطات عندما كانت تتحرك القاطرات في محيط السفينة ذهابا وإيابا، وكل قاطرة لها دور هام في هذه العملية. ثم يعني أخذت هذه القاطرات راحة ربما ساعة تقريبا، عملت أثناء هذه الساعة القاطرات الخاصة
التلوث، مكافحة التلوث البحري، من ثم عادت مع بداية موجة المادة الثانية التي بدأت نحو الساعة الثالثة القاطرات للعمل مرة أخرى في عمليات أو مناورات الشد، ومع أول محاولة بالفعل بدأت تتحرك الإيفن جيفن كما شهدناها ورصدناها بكاميرا إكسترا نيوز، وهذه في اللقطات الأولى لهذا الحدث. والآن ابتعدت عنا لمسافة كبيرة، يعني رب لا أعلم إذا كانت الكاميرا تستطيع أن تقترب أكثر من هذا المشهد الذي نراه الآن. يعني ابتعدت بالفعل مشاهدين الكرام إيفن جيفن عن الموقع الذي كانت فيه، وعادت بعض القاطرات التي ساعدت في إنقاذها من هذا الموقف. ويعني ربما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من أو الضفة الأخرى من المجرى الملاحي سنجد الموقع الذي كان قد جنح فيه مقدم السفينة، وهناك بعض الروافع والكركات بدأت في يعني تجميع معداتها من أجل الرحيل بعد أن أتمت مهمتها على الوجه الأكمل، وإن كان هناك بعض العمل لازال قائما لإعادة هذا الجزء إلى ما كان عليه، ولكن بشكل عام هذا الجزء من الممر الملاحي سليم 100% كما تظهر الصورة. هذه إذن كراكة أخرى أو قاطرة أخرى تعود مرة أخرى إلى الإبحار في المجرى الملاحي قناة السويس، يعني ربما موكب
قاطرات بدأ بالعودة بالفعل، وهناك بعض القاطرات لازالت تتتبع السفينة إلى مجراها أو إلى مسارها. هذا ما نراه الآن. إذن هذا هو المجرى الملاحي لقناة السويس في الموقع الذي كانت قد جنحت فيه السفينة إيفر جيفن التابعة للخط الملاحي إيفر جرين. هذه السفينة من السفن العملاقة والتي تم تدشينها عام 2018، وغاطس السفينة يصل إلى 15 متر و70 سنتي تقريبا، وهو أقل بكثير من عمق قناة السويس في هذا الموقع الذي يصل إلى 24 مترا، بينما ارتفاع السفينة 52 مترا وعرضها 59 مترا، وتحمل 18,000 حاوية، وزن السفينة 219,000 طن، فضلا عن أكثر من 200,000 طن حمولة من الحاويات التي قمنا بمشاهدتها ورصدها على مدار اليوم. كانت هذه السفينة قد انطلقت من ميناء كاوكيهيسونغ التايواني في 22 من فبراير الماضي، وكان من المقرر أن تصل لهولندا بميناء روتردام بعد يوم 31 مارس، وكان مقرر لها في رحلتها 11 محطة في 5 دول. الآن فقط يمكنها أن تستكمل هذه الرحلة وتذهب بهذه البضائع التي تحملها إلى الدول التي تنتظرها. لا شك أن هذه السفينة ليس فقط ما عليها من بضائع، ولكن لجنوحها في هذا الموقع تعطلت بسببها نحو 400 سفينة في المدخل الجنوبي والشمالي لقناة السويس. كل هذه السفن كانت محملة بمئات الآلاف الأطنان من البضائع التي تتحرك بين دول العالم أو بين قارات العالم الثلاث، والتي تأثرت بها بالفعل حركة الملاحة البحرية العالمية، وهو ما يترجم أو يؤكد على عظمة وأهمية هذا الممر الملاحي قناة السويس. بالفعل الآن تعود القاطرات، قاطرات الشد وقاطرات الخدمة أيضا التابعة لهيئة قناة السويس، بينما اتخذت الإيفر جيفن مسارها في المجرى الملاحي لقناة السويس لتصل إلى البحيرات من أجل إتمام عمليات الفحص الفني والمعاينة من أجل التأكد من صلاحيتها لمتابعة مسيرها أو رحلتها. يعني هذا ما نشاهده في هذه اللقطات، ومستمرون معكم لرصد هذه الصورة أو هذه اللحظة أولا بأول.